بالنسبه للقاحات من متى يبدا عمليه التلقيح او التسجيل للقاح؟ احنا بالنسبه لنظام العمل المفروض ان المواطن يقدم على الحجر الالكتروني، اكو موقع خاص مع الحجر الالكتروني، تجينا رساله موعد اللقاح مثلا اليوم 5/9، يحضر المواطن بياناته مسجله كامله. يجونا بعض الناس يعني رجل امي ما تقدر يحجز الكترونيا، ندخله ادخال مباشر البيانات ويكمل المعلومات ويتم عمليه التلقيح بصوره طبيعيه. ما رايك يعني وعي المواطن حاليا شلون؟ راي المواطن؟ رايك انت يعني بالاقبال على اللقاح؟ بعض الناس يعني متخوف من اللقاح، بس يعني اكو اقبال قوي جدا على اللقاح. اقبال قوي جدا. رجال ونساء. رجال ونساء. الشباب يعني اغلبيه شباب وكبار السن، بس اغلبيه شباب. استاذ اكو معوقات بعملكم يعني نقص اجهزه او نقص مواد او نقص؟ من بدل اللقاحات القطاع الايسر وفر لنا كافه المستلزمات، حاسبه، سجلات، اللقاحات، يعني كافه المستلزمات وفر لنا اياها. يمكن حتى عندكم شبكه على الانترنت انه للتسجيل؟ الانترنت تسجيل يعني المعلومات تنزل مباشره على موقع وزاره الصحه العراقيه. بالنسبه للقاحات كيف تكون يعني عن طريق التسجيل لو عندكم تسجيل؟ تسجيل عندنا يجون يسجل يقدم على الانترنت يسجل وبعدين ندخل البيانات يمنا يجي ننزل اسمه بالسجلات وعلى اللقاحات جرعة أولى وجرعة ثانية عندنا لقاح الصيني سينافور. وعي المواطن بهاي الفترة شو؟ والله استقبال جيد جدا وقاعد يجون الناس ومتواجدين يعني الحمد لله. أوقات الدوام مالكم بالنسبة للقاحات؟ من الساعة 8:15 إلى الساعة 1:30 تقريبا. بالنسبة للقاحات ماشية؟ نعم عندنا منفذ اللقاحات ومنفذ كيرونا واللي هو هون بجانبك هون موجود جانب ما من استقبال المواطنين من الساعة 9 الصباح يعني الصباح استقبل المواطنين إلى نهاية الدوام الرسمي. يعني خلي نكون أيضا قريبين من اللقاح وضمن الواقع الصحي، كانت هناك يعني موضوع بالنسبة للأوركنديشن اللي كان هوني مطل على المرضى او على المراجعين. نعم ايش موضوع الاوركنديشن؟ موضوع الفتحه تعالج من قبل اداره المركز من قبل توجيهات الدكتور فلاح حسن الطائي مدير عام دائره صحه نينوى والدكتور ارشد اللي هو مدير المركز. قمنا بالمعالجه وقت التحرير بال 2007 كان اكو فتحات من قبل دواعش يستخدموها من غرفه الى غرفه وادى يعني مشاكل سلبيه حاله سلبيه عالجناه نحن عالجنا هذا الشيء.